امبارح لو تفتكروا من خلال برنامجنا سفير عزيزة أطلقنا مبادرة بعنوان أنت مش لوحدك ما تخافيش، ودي تشجيع ودعم وسند لكل بنت اتعرضت للابتزاز الإلكتروني بأي شكل من الأشكال. ده تحفيز ليها إنها تتكلم وتبلغ وتاخد حقها، وما تخافش لا من التهديد ولا من الابتزاز ولا من أي حاجة، لأن القانون في صفها. على فكرة التهديد ده مش بس يعني ممكن يجيلك من راجل، لا ممكن يجيلك من ست أيضا، جارة ولا زميلة حقودة قدرت توصل لأي صور شخصية ليكي بأي طريقة وبعد كده تبتزك، يعني مش بس الأولاد لا كمان البنات. النهاردة كان في خبر إن جارة هددت جارتها إنها تنشر صور ليها وتبتزها علشان تدفع لها مبلغ مالي، بس طبعا لما الضحية بلغت تم إحالة المتهمة لمحكمة الجنايات. صوروا بقى وصلت إنها دي تبقى جريمة، جريمة جميلة، جريمة جنايات يعني. عشان كده بنشجعكم اوعوا تخافوا، وده هدف مبادرتنا واللي احنا أطلقناها ابتداء من امبارح. والحقيقة المبادرة دي يعني بنعملها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. خلينا نوضح ليكم أكتر تفاصيل تاني وإزاي نقدر نساعدكم. إحنا بنرحب بضيفتنا على التليفون دكتورة سوزان القليني، صديقتنا الدائمة، رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس القومي للمرأة. دكتورة سوزان اهلا وسهلا بحضرتك استاذتنا العظيمه استاذه سناء، حضرتك منوره الدنيا كلها وانا بسعد كلما التقيت بحضرتك. ربنا يخليك يا دكتوره سوزان. ايه الدور اللي بيقدمه المجلس في مبادره انت مش لوحدك ما تخافيش؟ قولي بالظبط. هو الحقيقه المجلس مش بيقدم هذه المبادره لوحدها، هو بيقدم العديد من المبادرات لتوعيه المراه بكثير والفتيات بكثير من المشاكل اللي ممكن تواجههم، وخاصة مع التطور التكنولوجي الفظيع والسريع والمتلاحق، واللي بيتطلب انه لازم التعامل مع التطور التكنولوجي ده يكون بوعي كبير جدا جدا عند الفتيات وعند السيدات. مش بس كده حضرتك، حتى كمان عند الاولاد، لانه النهارده عمليات الابتزاز الالكتروني اصبحت يعني من ابرز جرائم العصر المرتبطه بالتطور التكنولوجي. وبالتالي انا بشكر جدا 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 السفيره عزيزه انها تبنت هذه المبادره مع مجلس القومي للمراه ولجنه الاعلام، لانه احنا اهم دور من ادوارنا ان احنا نوعي السيدات والفتيات كيفيه التعامل مع التكنولوجيا، بعدم زي ما حضرتك تفضلتي، بعدم نشر صور، بعدم الحديث مع الاغراب، بعدم الدخول في مجموعات ما نعرفش دي مين ولا ايه اهدافها ولا ايه وراها. طب دكتوره سوزان، دايماً يعني بنقول للفتيات في كل مجال وللسيدات في كل مجال لازم تكونوا حذرين جدا، لان التكنولوجيا التطور الفظيع اللي حصل في التكنولوجيا ده أدى إن ممكن الصورة نفسها تتقلد. النهاردة حضرتك تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ممكن يقلدوا الشكل بالظبط والصوت بالظبط. طب أنا عايزة أسأل حضرتك حاجة يا دكتورة سوزان، الفتاة اللي انتحرت في حالة لو الواحد تعرض لحاجة زي كده، وزي ما كانت الأستاذة سناء دلوقتي بتقول إن في جارة عملت كده مع جارتها وبتبتزها، ولكن اللي خلاها تقدر إنها تحمي نفسها إن هي تقدمت ببلاغ. البلاغ بنتقدم بيه فين وازاي، وايه الارقام اللي احنا نقدم فيها البلاغ لو في مثلا خط ساخن او رقم تليفون؟ اولا كل التحيه لحضرتك، وسعيده جدا جدا بوجود حضرتك وبوجودي مع حضرتك كمان، كل التحيه لحضرتك. اولا احنا دايما بنشجع الفتيات اولا انها تبلغ وبسرعه جدا عن اي ابتزاز الكتروني ايا كان من مين. تمام، لازم تنتبه جدا انها تبلغ عن الرقم. ففي عده طرق للبلاغات. اول حاجه ممكن تبلغ للجنه الشكاوي في المجلس القومي للمراه، والرقم طبعا معروف 15115. ده الرقم ده مش بس للشكاوى او البلاغات، انما ايضا للمساعدات. يعني المجلس بيقدم اي مساعده ايا كانت، قانونيه، نفسيه، اجتماعيه، ايا كان شكل المساعده،
فالتواصل من خلال هذا الرقم، وأعيده مرة تانية 15115، ده رقم مجلس قومي المرأة للاستشارات أو البلاغات. أيضا ممكن البلاغ مباشرة للنيابة، لأنه النهاردة القانون أصبح حازم جدا وما بيهزرش، فالنهاردة فورا الجريمة جريمة جنائية احنا ضخمة يعني جدا للمتسبب في عملية الابتزاز الإلكتروني. والرقم ده اللي هو رقم الثاني بقى اللي احنا نبلغ من خلاله وهو 108 و15 115. دكتورة سوزان الخليني احنا بشكر حياتك شكرا جزيلا، رئيس اللجنة الإعلامية للمجلس القومي للمرأة، ولكن على وعد حياتك تشرفينا هنا بيت السفير عزيزة نتكلم باستفاضة أكتر وتفاصيل أكتر.